الشاشة بمناسبة بدء صوم العذراء، ترنيمة صفحة 506 في كتاب الترانيم، ترنيمة رقم 484، ترنيمة حبك يا مريم، غاية المنى يا أم المعظم كوني أمنا، من الترانيم الجميلة عن العشرة والمناجاة الحلوة والصداقة الحلوة. كإنسان بيكلم أمه، وإحنا فعلا بنعتبر العذراء مريم هي أمنا، اللي فعلا إحنا بنحس إن هي بتشفع فينا وبتشفع لينا من أجل كل احتياجاتنا، واثقين من شفاعتها لينا واثقين من دالتها عند ربنا يسوع المسيح. عشان كده ناس كثيرة الترنيمة دي بتحب إن تقولها، خاصة زي ما بقول وإحنا في بداية صوم العذراء بنعمة المسيح. حبك إن كل نعمة يا مريم
الأحكام منك تستفاد، حبك يا مريم غاية المنى، يا أم المعظم يا مريم كوني أمنا. لا يكن يا مريم حظ العابدين يوما في جهنم، يا مريم مثل الكافرين، اظهري سخاك في كل الأحقاب، إن من أتاك يا مريم مطالب وخاب، حبك يا مريم غاية المنى، يا أم الأعظم يا مريم كوني أمنا.